بطل حقيقي من ابطال مسلسل اختيار ثلاثة، يستحق فعلا انه يكون نجم غلاف، وهو المكير احمد مصطفى اللي قدر بمكياجه يخلينا ننسى الممثلين ونعيش اكتر مع الشخصيات اللي قدموها. ازاي قدر يعمل ده؟ والنجوم قالت ايه عن شغله؟ ومين هو احمد مصطفى للناس اللي ما تعرفوش؟ كل ده هنعرفه اكتر في الفيديو ده، بس طبعا بنفكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وبينا نبدأ. تفتكروا ايه اول شخصية بدأ معاها المكير احمد مصطفى وازاي قدر يوصل بيها للشكل اللي احنا شفناه ده؟ تعالوا نسمع منه. اول شخصية في التست كان استاذ صبري فواز اللي هو مرسي. الجبهة الامامية بتاعت استاذ صبري كانت اكبر من الجبهة الامامية بتاعت دكتور مرسي، فبالتالي بدأنا نحط شعر في الجهة الامامية كده، والكوافير طبعا الخاص باستاذ صبري بدأ يقص ويدمج الشعر مع شعر استاذ صبري ويدي نفس اللون وبتاع. فلحد ما وصلت الحمد لله لأحسن حاجة نقدر نعملها ان الشخصية تتصدق. بس مين تاني شخصية اتعامل معاها بعد دكتور مرسي؟ تعالوا نشوف. في شخصية كانت الأستاذ خالد الصاوي خيرة الشاطر. الحمد لله ربنا ما جابش مشاكل ولا حاجة، بس زي ما بقول لك كان بتاخد مجهود، لأن احنا بنشتغل زي ما بقول لك هاند ميد كده، شعرية شعرية على الوش، فكنا بنعمل الدقن بألوانها بقى الأبيض والكلام ده كله، وبدأنا نرسم الرتوش بتاعتنا، ناخد الوش الحواجب بشكل معين بألوان معين. تحت العين كده كان في رتوش كده معينة، فاهم قصدي، بدأنا نعملها والحمد لله لغاية ما وصلنا أقرب حاجة للصورة. وزي ما قلت لك بس الأستاذ خالد طبعا عبقري يعني كمل الموضوع يعني. طب ما تيجي نشوف رأي الفنان خالد الصاوي في شغل المكير أحمد مصطفى. شكر خاص للأستاذ أحمد مصطفى والبخير وكل طقم الشباب اللي معاه المساعدين ليه، لأنه هو ده الشغل المحترم وراجل مصري اهو، عشان الناس اللي بتطلع لنا تقليع عايزين نجيب مش عارف مكير من مصري وشاب اهو، الراجل ده شاب مش كبير اهو، هو ده الراجل المحترم ده ودي الرجاله اللي معاه. ازيك يا عم هاني؟ ازيك يا عم محمد؟ وفي لسه ناس تاني، وهو اللي عامل الشغل ده كله، انا بشكرك انت راجل محترم. كمان تعالوا نشوف ازاي يتعامل مع الفنان هشام اسماعيل علشان يطلع منه شخصية البلتاجي. امحو برضه حسيت ان هو قريبة كده برضه مع حبة الرتوش، زي ما بقولك احنا لعبنا كله الميك اب بالالوان، كان بقى في شنب بدأنا نعمل شنب بنفس الشكل اللي نزلتين كده من اليمين والشمال كده، الزبيبة كانت زبيبته بطريقة مختلفة كده، وبطريقة بدأنا نرسمها نفس الرسمة في نفس المكان، الشعر يتغمق ويبقى فيه أبيض بطريقة معينة بالظبط كده، فاهم ازاي؟ احنا صورة وشغالين عليها بنحاول بقدر الإمكان بنرسم أقرب حاجة بنعملها نرسم طبعا، وهو عشان برضو أبدع برضو في التمثيل بصراحة. أكيد كلكم مستنيين دلوقتي كلامه عن شخصية الرئيس السيسي وإزاي قدر يفاجئنا بيه من خلال الفنان ياسر جلال. يا فندم والله العظيم ثلاثة بدون رياء، والله العظيم ثلاثة فعلا فعلا، الفضل الأول والأخير بعد ربنا لأستاذ ياسر، فاهم قصدي؟ احنا اشتغلنا وعملنا وبتاع، بس انك تطلب من أستاذ ياسر مثلا يحلق شعر مثلا في تشاور، مثلا لما تشاورنا مع بعض كده احنا كنا ممكن نعمل تركيبات ونركب بصلعة ونركب عليها شعر ونركب شكله وبتاع، كان هياخد من مجهود وهياخد من ذهنه هو ومش عارف الكلام ده كله. فلما تشاورنا مع بعض ونحلق الشعر وافق على الفور وحلق الشعر والكلام ده كله، وبدا يشتغل على عضلات وشه ويشتغل ويديني الاكشنات نحاول بقدر الامكان نشتغل عليها. لا هو كان متقمص قوي، كان حبيب قوي، وزي ما بقول لك لو احنا تعبنا 50% استاذ ياسر تعب 100% كامله، فاهم قصدي؟ وهو هو اللي يعني هو اللي خد بايدينا ونجحنا. يا ترى هل المكيير دور في اختيار الممثل ولا ايه دوره بالظبط؟ تعالوا نعرف منه. دكتور بيتر مدي تصريح لابراهيم فرج او مدير الاخصائيه دي ان هو يختار الناس اقرب شكل للاشكال الرئيسيه، وانا اكمل زي ما بقول لك العلامات المميزه في الشخصيه دي احاول اكملها. هو ايه تاريخ المكير احمد مصطفى علشان يتم اختياره لمسلسل الاختيار بدل ما يستعينوا بفريق عالمي متخصص زي ما شفنا في اعمال كتير قبل كده؟ انا اصلا اشتغلت مع دكتور بيتر كتير،
وبتاع العمل اختيار اتنين، وكنت شغال في الدقون في الاختيار واحد. علاقتي كان بالدكتور بيتر كانت بسبب اني كان مسؤول امير كراره، كان في كلابش كان عايز يعمل دقن، وفي كذا بلانك كان عايز يعمل دقن. فالحمد لله كنت مميز في الحته دي، فبدات علاقتي بالدكتور بيتر، فبدا بقيت اشتغل اكتر شغل يعني ببقى معايا يعني. فالحمد لله كان هو تم الاختيار يعني ان انا اعمل الاختيار، اختيار وكازابلانكا لشغل كازابلانكا لشغل الدقون. وبدات اشتغلت بقى مع اختيار واحد الدقون، مسكت اختيار اثنين كله ميك اب وكله، وفي ثلاثه الحمد لله برضه. مسلسل الاختيار مليان نجوم، يا ترى المكير احمد مصطفى ما حسش برهبه وبيتعامل مع حد منهم؟ كلهم حبايبي واصحابي، واشتغلت معاهم قبل كده برضو، الحته دي ما كانش عامل رهبه عندي. فما زال احنا خلاص احنا عارفين بعض وواثقين في بعض والكلام ده كله، فبالتالي الشغل بقى يعني احسن، وان احنا عارفين بعض الحته دي برضو ادت ثقه كويس. لما تيجوا نتعرف اكتر على المكير احمد مصطفى وازاي بدا لحد ما وصل للنجوميه دي. من زمان قوي، انا داخل من سنه 94 95 حاجه زي كده، بس كنت لسه صغير في اعدادي، كنت عارف الفتره بتاعت اللي انك كنت تشتغل فيها في ايام الدراسه تخلص، وفي الاجازه كنت لازم تشتغل والكلام ده كله. جميل. فانا الفتره دي كنت بشتغلها، كان خالي مكير وكان بينزلني معاه كده كمساعد تريننج كده صغير، بس اشوف الدنيا ماشيه ازاي واشتغل معاه وابقى معاه. وده اللي حصل فعلا، حبيت الموضوع جدا وحبيت الشغل جدا. لحد ما خلاص مرحله ثانويه كده وبتاع، وكنت عايز اروح معهد السينما، فطبعا لغوا قسم المكياج في معهد السينما، بقت ماده تدرس لكل الاقسام. كل الاقسام بالظبط. وده اللي كان شيء محزنني جدا طبعا. ويا رب يا رب يرجع تاني ويبقى في قسم المكياج، عشان ده بقى مهم جدا. بس بقيت بقى شغل بقى بالخبره، رحت معهد حاسب الي يعني وبتاع، وفضلت كده لغايه ما اندمجت في الشغل اكتر يعني. اشتغلت مع مكيرات كبيره، احمد مختار الله يرحمه، محمد يوسف كنت مساعد معاهم. محمد يوسف الله يرحمه ده كان الاب الروحي في الشغلانه. بدات بقى مساعد معاهم، وبدات الشغلانه بقى تيجي بالخبره، فاهم قصدي؟ الشخصيات ان كان دون ان كان ميك اب عادي ان كان جروح افكت بتعمله وكان كله، لان مكير العمل ده المفروض بيعمل كل حاجه. اي نعم دلوقتي الموضوع اختلف، بقى في تخصصات، بقت في حد بيعمل الافكت احسن فبيبقى موجود. احمد مصطفى مثلا بيعمل شغل الدقون والشنبات في الحته دي بيبقى احسن فبيبقى موجود. في نهايه حلقتنا بنقول لك برافو على شغلك يا احمد يا مصطفى، لانك بجد كنت بطل حقيقي في مسلسل الاختيار ثلاثه، وفعلا تستحق انك تكون نجم مغلاف، واكيد الايام الجايه ان شاء الله هيلمع فيها نجمك اكتر واكتر. انا عايزها مختلفة وغير كل اللي بشوفهم. طلبك ده عندي يا بيه. وتكون ممتعة وبتعرف تتكلم في حاجات كتير، مش حاجة واحدة ممكن تخليني امل منها. بقولك طلبك عندي يا بيه. وعايزها كمان مسلية ومفيدة وتحترم عقلي. يا باشا خلاص طلبك عندي. ليك طلبات تانية؟ مش عايزها تعمل اي حاجة من غير ما اعرف. حقك يا باشا، بس لو اشتركت فيها وفعلت الجرس. هي مين دي؟ قناة نجوم الغلاف يا باشا. يا عم انا بكلمك على عروسة، تقول لي قناة يا باشا؟ ما هي نجوم الغلاف احلى عروسة.